والحباب كنبداو نسلمو ونبداو نتحتو ونبداو ندويو ونبداو نهضرو شويه ياك غير يهضرونا لانه كنطولوا عليهم صراحه في الموسيقى باش يعرفوا الكواليس. وي راه كان واحد الخليه كما قدك النهار خليه ديال النحل رائعه رائعه فيها كل واحد كيدلي بالدول ديالو وهذا هو اللي كيعطينا هاد اللمه وهاد هاد العائله المغربيه اللي كاين في ام اف ام. راه هي هذه سنه سعيده اخويا فتح علينا وعليك باش ما تمنيتش ان شاء الله بالصحه وطول عمرك وتكون يا ربي فاتحه خير علينا وعلى المسلمين وعلى العرب وعلى الافارقه وعلى العالم كامل. قال لك الانسان اللي بغى يدعي اذا الدنيا كلها واش خاسر ما خاسر في والو والله تيقول وجنات عرض السماوات والارض ما غادي يختاب واحد لا بينا لا بواحد اللي جا مرحبا به. مرحبا سيدي تحيتي لكل المتتبعين ديالنا واكيد سلامي لكل الاوفياء ديالنا. شكرا على محبتكم وان شاء الله يا ربي يكونوا دائما عندنا حسن الظن بينا بكم بينا وعندنا سلسله حلقات ان شاء الله نوعدهم في هذا الموسم ياك اخر سلسله بسبب حب الشباب. من تنقول اخر سلسله ماشي غير يسمعونا صافي قطعنا بالسلامه لا احنا دائما راه الاشاره فيما تكون اتصال او معلومه ولا شي حاجه نشاركوا معهم. غير دابا بدينا حب شباب بدينا بالنواشف والخضر والزيوت دابا ان شاء الله نديروا اخر ايطاب الا وهو بالاعشاب. ملي تقول الاعشاب ان شاء الله باذن الله غيكون غير محاليل. شنو محاليل؟ غير مغلى فقط لا غير. هذا كيديروا بالغسيل البشره وغسيل الوجه باش نحاولوا ما امكن نحدوا هذا ما يمنعهمش انهم يرجعوا للوصفات اللي قلنا ديال النواشف ديال الخضر وكذلك ديال الزيوت. مرحبا مرحبا. طيب حنا اليوم غادي نخصو حلقتنا قلنا الاجابه على اكيد تساؤلات المتتبعين ديالنا اللي بغاو يعيطوا لينا ويسالوا معنا الرحيم ما كاين مشكل يبارك لينا السنة هذا هو فاس واخا يسولوا فينا ويسلموا علينا هذاك هو الربح. ارقامنا اللي هي 0522 30 30 00 او الرقم الثاني اللي هو 0522 31 33 33. غادي نكملوا سلسله حلقتنا مع حب شباب واليوم قلنا وصفتنا غتكون من الاعشاب. غنحضروا محاليل خاصه للاعشاب صحيح مولا سميه. بالنسبه للاعشاب الاعشاب من بين الحويجات اللي انا في نظري انا كحسب تجربتي وعلى حسب المجال اللي انا فيه ملي كنهضروا على الاعشاب ما كنديروش البايخ ما كنديروش نشدوا العشبه بحد ذاتها نطحنوها ونخلطوها ونديروا على البشره ديالنا لا كنحاولوا ما امكن نديروا غير محاليل. ملي نقولوا محلول راه كاين طروي طاب فيه اما نديروا مثلا هذا الخليط ديال هذا الاعشاب اللي غنقولوا مثلا نديروا في كويس ونخوعوا الماء طيب ونغطيوه حتى يطلق لينا وديك الساعه نخدموا الماء ديالو. هذه وحده. كاين الثانيه شنو هي؟ وهي نشدوا هاد الاعشاب هادو نغليوهم تغليه وحده ودائما تنقول في التغليه ديال الاعشاب لا استخدام خارجي او داخلي دائما كنديروا تغليه وحده الا في حاله وحده هي فاش كنا هضرنا على الصبيغ كنشدوا دوك المحاليل كنشدوا نعصروهم ونغليوهم اكثر من القياس باش ناخذوا دوك العصاره وداك التركيز ديالهم. اما بالنسبه للعلاجات وبالنسبه مثلا للبشره ولا للجسم شي حاجه كنديروا المغلى تيكون مغلى مره واحده بحالاش كطلع ديك الغليه الاولى وكنطفي عليه ونغطيوه. ملي كنغطيوه اش كنلاحظوا؟ كنلاحظوا على ان البخار كيطلع هذاك البخار تيكون غني بدا كاين بالعناصر الغذائيه والعلاجيه والزيوت الطياره. لهذا ملي يكونوا غطوه مثلا شي كاسرونه ولا كاس وشي حاجه غطوه به شي حاجه مغلى مثلا ملي عفوا ملي قعدوه يحاولوا ممكن داك الملح يكون لاصق الفوق يقطروه فيه لاقاش غني يكونوا بالزيوت العطريه والزيوت الطياره وياخذوا المحلول ديالو ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله حنا غادي نمشيو لمراكش نتسارو شويه ناخذوا مكالمه مرحبا. من عند اختي سناء نسمعوا السؤال ديالها. صباح النور سناء. ديره صباح الخير والرباح. لاباس عليكم؟ الحمد لله. الحمد لله سناء وانت لاباس عليك؟ لاباس. مرحبا تفضلي حبيبتي شنو سؤالك شنو طلبك للسي فتاح تفضلي. بغيت نقول لي واش كاين عطيني شي عشبه تاع الشعر تكون سهله بلاتي. سناء ما كاينش شي حاجه سميتها سهله يكذب عليك كذاب واخا نكونوا مع غنداويوها حبوبه عاديه في صبعنا ما كاينش حاجه سهله. اول حاجه العقل كنتي متبع معنا راك هضرنا على التغذيه باش نجيك من الاخر الشعر تساوي التغذيه التغذيه 70% في نبات الشعر. العلاجات الخارجيه والتراكيب الخارجيه ولا الزيوت ولا المكملات الغذائيه اللي كتكون اللي كدار على برا يلا كتعطينا من 25-30%. الا تهليتي على سناء في التغذيه ديالك متوازنه يعني من قلت متوازنه هي ديك التغذيه المغربيه القديمه فيها من الكوكوط الطاجين الكامله الكسكسو الرفيسه ديك الشيء مواد غذائيه صحيه ومتنوعه. درنا الدجاج عاود نديرو الحوت عاود نديرو اللحم عاود نديرو غير القطاني عاود نديرو رجعو ثاني نديرو غير الخضر بوحدها عاود نديرو الرفيسه العاميه هذا الشيء كامل كيدخل في واحد نقدروا اسمه بوثقه وحده الا وهي التغذيه الصحيه. الا ما عندكش التغذيه الصحيه واخا دير اللي درتي يلاه النتيجه ديال ما بين 25-30% ماكسيموم. لهذا رجعي للتغذيه الا كنتي تاكلي الماكله ديال الزنقه حاولي ما امكن تحبسي منها. كان عندك شي مرض مزمن شي كتاخذي شي دواء ولا شي حاجه ضروري استشاره الطبيب ديالك. راه بعض المرض الادويه اللي كتكون مزمنه راه كتاثر لنا على الزغبه تاثر على البصيلات تاثر على الفروه بحد ذاتها.
هذا كخلاصه عامه. دابا غنهضروا معك على اساس انت ضمنيا نقولوا التغذيه ديالك مزيانه. غنعطيك حاجه اللي كنقولها وكنبقى نعاودها لي ساهله منك تساهله، ما غنكثروش عليك، راني كنهضر عليها شفتها في حب الشباب، الا وهي الخرقوم والقرفه. الا زدتي كاع زيدي اما الازير او الزعتر فقط لا غير، شويه 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 وغليهم وصفيه. ملي تصفيه تخلي حتى يدفى وشقي به شعرك وباتي به ومشطي شعرك وباتي به. الصباح غسلتي وادك ما غسلتيش ماشي مشكل، عاود ديري كوش اخرى مره اخرى. هذا كيبقى كنقول لك دائما يعني في حاله ما انت تغيرك مزيانه بارفي، غير بوصيله عكزانه ولا شي حاجه. بالنسبه للزيوت ما غنستنيوش هادشي كامل، تقدري ديري هاد العناصر كلها وديرها في زيوت بلديه وتشحريها او دوزيها في حمام مريم تتحسبها سخنات مزيان وخليتها تدفى وصفيها. ديك الزويته تماسي بها شعرك مره في الاسبوع خصوصا الفروه ماسي بها، وخليها تقريبا ساعه ساعه ونص ماكسيموم واحد ساعتين ونغمضوا عينينا وغسلي شعرك ونقصي الكوش على الشامبون نقصي بزاف بزاف الا رجعتي للغسول كان احسن. هذه تولي دير مره في الاسبوع، ولكن هذا ما غيستثنيناش على التغذيه. راه كتبقى هي على دابا الزغبه شنو خاصها؟ خاصها المعادن. المعادن ما غنجيبوها، ماشي كنشريوها ونديروها في جيبنا، معادن كتدخل مع التغذيه. كعندنا عطانا الله واحد الجهاز هضمي كيدير التمثيل الغذائي، وانك ياخذ منتوج كطعام وكيحوله الى معادن الى كذلك فيتامينات الى مقويات الى طاقات حراريه الى بزاف العناصر الغذائيه كلها تحولها. لهذا ركزي على التغذيه ديالك. ملي نقول التغذيه تبارك الله دابا راه الشواء صبت، راه بدات البقوليات كتنوض خصوصا الاوراق الخضريه والخضره، عندك من الحريقه وانت طالعه والخبيزه والبقولات كل شيء هادشي دخلي في التغذيه ديالك واخا مره في اسبوع واخا 10 مرات في اسبوع. ديك الساعه ردي عندنا الهضره. مرحبا ان شاء الله. شكرا جزيلا وشكرا سناء على تواصلك حبيبتي. غادي نمشيو نكملوا حكايتنا ياك. مرحبا، حنا غنستفسحوا ان شاء الله هذا الاسبوع نبداو معاهم كيما قلنا مع الاخت الحوايجات الساهلين ماهلين. بالنسبه المغله غنبداو بالسالميه وغنبداو البابونج والحلبة، هادو هما عناصر موجودين تبعوا العطار يقدروا يكونوا في الدار كاع ساهلين ماهلين. ملي تنقولوا البابونج لا سمية واحد القضيه، البابونج كنديروه كنشربوه من على قبلاش بابونج للاسترخاء والراحه والسكينه والهدوء والعلاج الارق والتوتر. وكذلك كنديروا اسقاط على البشره، ملي غنديروه كمحلول ديالو على البشره غنستافدوا بلي كاين واحد الحويجات شنو هما، كنريحوا البشره كنسولوجيوها. والبشره الا كانت مرهقه ومتعبه وكتحس بالتوتر راه كتعطينا اول حاجه الشحوب زائد الدبلان. وهاد الشحوب والدبلان اش كيعطيونا؟ كيعطيونا حاجه اللي ما كيبغيوها حتى واحد. شنو هما؟ هو ان الهالات السوداء كينصاحوا كيبانوا اكثر. علاش؟ البشره نهارت ودبلات وما بقاش عاطي ديك الرونق ديالها. لهذا كنبداو بالبابونج. بابونج باش نحيدوا داك التعب وداك الارق وداك الارهاق كنحيدوه. حنا استافدنا بعدا من غير العلاجات اللي فيه انه كيحتوي على مادة فلافونويد، كيحتوي كذلك على مضادات التهاب الانتي فلاماتوار، يعني حويجات اللي فعاله في علاج حتى الحبوب حتى هو كيدخل في العلاج ديالو. غنجيو السالميه تنقولوا دائما تغذيه ديال الدوره الدمويه زائد تحفيز كذلك حتى ديك التقويه ديال الجلده وشفط ديال الدهون الزائده. عقلتي فاش كنا توصلنا واحد السيده على الاكزيما وداك الشيء وعلى القشره ديال الشعر عطيتهم السالميه عطيتهم ورقه السيده موسى، هادو كيدخلوا في ازاله ديال القشره وكينقيو وكيحيدوا لنا هذوك الزيوت اللي كتكون اكثر من القيس في البشره. وملي نقول لهم كاش نقول لهم كنقول لك كذلك حتى الترميم كتدخل حتى كذلك في الترميم، كتدخل حتى في علاجات وقدر مطهر للجروح. تبقى لنا الحلبه. الحلبه غنيه بداكن بروتين نباتي وغنيه بالاحماض الامينيه وكذلك غنيه بعناصر كترفع المناعه. وتصوري دابا هذه التركيبه هذه كل محلول فيها حوايج اللي كتريح وكتسولاجي البشره زائد اللي كدير شفط ديال الدهون والترميم زائد اللي كدير التغذيه والتقويه الا وهي الحلبه، وزائد غنيه بالبروتين النباتي الاصل النباتي عاد باش كترفع المناعه وزائد المناعه ديال البشره. وهذه اللي جمعناها التركيبه كامله كتعطينا علاج فعال حب الشباب وفي نفس الوقت كيعالج حتى البشره. سهله ماهله. هادشي كامل اللي عندنا ناخذوا معلقه صغيره تكون ديال السالميه مطحونه ومعلقه صغيره ديال البابونج مطحونه ومعلقه صغيره ديال الحلبه مطحونه ونغليهم فاش في السطرو ديال الماء. نغليهم وكما كنقولوا دائما ملي نغليهم النار تكون مهيله كتجي الغليه الاولى نطفيو عليه ونغطيوه. ملي نغطيوه كنستافدوا حتى ديك البخار اللي غيطلع كيعاود يطلع ويرجع لينا. حتى ذاك الطويسين اللي كنا مغطيين به ديك الكاسرون اللي غلينا فيه ملي يهزوه نسقطروه ديك الميه اللي فيه كلها غني بزيوت الطيره نسقطروه تيرجع لينا. ونصفيو ديك الميه ملي تكون بارده ونغسلوا بالبشره ديالنا جوج ثلاثه المرات في النهار ملي يكونوا ما نخرجوا ما والو. كنا في الدار وعندنا التزامات برا حتى كندخلوا كنديروا مسيحه به مثلا في قطن وكنغطسوا في هذا المحلول هذا ومسحوا به. ملي بغينا نعسوا كذلك كنمسحوا به من وراه ما نغسلوا ما حتى حاجه نخليو يستقر على البشره. علاش؟ لقاش قلنا فيه البابونج من غير الفائده ديالته انه كيسولاجي وكيريح وكيهمد وكيهدئ البشره، فيه فلافونويد لانه كيحمل لنا التراكيب ديال السالميه وديال الحلبه باش دير لنا عمليه الاختراق باش يدخل لنا لداخل باش يكون التنظيف والعلاج كذلك من الداخل. وهذه التركيبه اللي جمعناها كتعطينا واحد الفائده اخرى شناهي؟ كتنظف لنا كذلك الرؤوس السوداء من دوك الاوساخ ومن البقايا، لان الحلبه يعني
بين فوائد اللي فيها كتقشر البشره ديابليا زائد كتنقي لينا عن عمق الرؤوس السوداء اللي فيها ذوك النقيطات كيتنقاو. وان شاء الله بدنا في مقتبل الايام كنهضروا ان شاء الله على ذوك الرؤوس السوداء كيفاش نقيوهم ونطويهم ونسدوهم كذا. اصبروا معنا ان شاء الله ما غيتقاد حتى حاجه كلشي موجود من يوصلوا معهم بالاحسن حسب نجاوبوا بفرض الله ما نديروا اسبوع ديالها باش يفهموها ونعطيو علاجات كما النواشف كيفاش كتظهر ديك الهاله ديالها والاحاطه ديالها نعطيوها لهم كامله باش يفهموها. عقلتي فاش قلت لك سميه اللي فهموا الموضوع وفهموا المشكل اللي عندهم العلاج كيجي يولي ساهل ولي مساله روتينيه. لهذا نحاولوا ما امكن نخصصوا لهم اسبوع تاون ديال خصوصا غنديروا الهاله السوداء ان شاء الله باذن الله وغنديروا الرؤوس السوداء غير عاد شهوا علينا وان شاء الله باذن الله احنا معاهم مرحبا. يلا طلبوا طلبات طلبوا طلبات على رقمنا سواء المباشره ديال ستاندار او كذلك رقمنا ديال الواتساب اللي هو 0624004. وحنا دائما معاكم. موروثنا الحمد لله غني جدا كاين بزاف ديال الوصفات ما كينتهيش يعني اكيد. ولا سميه دابا راه صبات راه ان شاء الله باذن الله راه كاين شي اعشاب يلاه غتبان بحال مثلا الجمره ان شاء الله غنهضروا عليها هذا الاسبوع حتى هي في علاج حبشباب والحمد لله ان شاء الله باذن الله راه في حوالي قولي في شهر جوج كدا تنوض الجمره راه ملي غتنوض ان شاء الله غنديروا عليها واحد فقره عفوا فقره اللي نوريهم كيفاش يعزلوها كيفاش تكون كبيره قويه باش تكون غنيه بالمركزات اللي فيها وبالعناصر اللي فيها زائد طريقه القطف ديالها والتجفيف ديالها ولا بيخرجوا منها زيت بيخرجوا منها كريم بغي يديروا كمحلول يخليوا بزاف التراكيب. راه قلنا عقلتي واحد المره قلت لك بالنسبه للجمره راه كيستافدوا منها من الوليدات الرضاع حتى اللي عندهم 100 عام كلهم فيها خير. لاحقاش هي سبحان الله العظيم غنيه بواحد العناصر اللي كتقدروا تسميوها بحال كومانيكوي كدير ديفياسيون ما بين الفعل ورد الفعل ما بين مثلا الاعشاب بصفه عامه ما كتنتمي الفصائل كاين المجففه كاين القابضه كاين الدابغه وكاين المرطبه. هاد سبحان الله هاد الجمره هادي عطاها الله باسبارتو كدير كلشي. جات المنطقه جافه ترطبها جات المنطقه رطبه اكثر من القياس كتجففها جات المنطقه متقصفه ومقشفه وداك الشيء كتعطي اللون ديالها. وكذلك في نفس الوقت كدبغ الناس غنوصلوا نهضروا عليها وغادي يخمروا الزيت تاعها يلاحظوا ان الزيت غنديروا فيها مثلا زيت مباشر نخمروا فيها زيت بيضاء ولكن بظرف ديال شهر شهر ونص غتولي زيت كحله يعني اللون تاعها كيغمق تيحمر لدرجه السواد. علاش؟ هذا دليل انها غنيه بالمركزات. مرحبا. سؤال كيفاش ننظف بشرتي فيها بعد الحبوب خصوصا منطقه جبهه والانف والدقن والله خليك كنلقى مشكل لانه طريقه التنظيف ديالها فيما كنضف شي غسول كتنشفوا لي. لا الغسول نديروه كنديروا لا من اجل امتصاص الدهون امتصاص السموم وامتصاص كذلك الزوائد اللي تكون طبقه جلد ميته او تقشير او شي حاجه. ملي نقول تنظيف تنقولوا الماء. شو الطريقه المثاليه للتنظيف؟ هو المحلول. وهذا الاسبوع ان شاء الله حبشباب هاد الاسبوع هادو كنهضر على صحاب حبشباب بغيو ينظفوا البشره ديالهم يتبعونا هاد الاسبوع. حنا بدينا اليوم بمحلول ديال السالميه والبابونج وكذلك الحلبه. هادو راه عناصر غذائيه وعلاجيه ومضاده وداعمه ومحفزه اللي غسلوا غلاوها وغسلوا بها راه احسن علاج. الغسيل ملي نقولوا غسيل مسحوا بها الماكياج مسحوا بها الدهون مسحوا بها الاوساخ يديروا هاد المغلي راه قلتها دابا انه يديروا قطيين او كتانه ديال القطن تكون نقيه يغسلوها في هذا الماء ويمسحوا به البشره ديالهم جوج ثلاثه اربعه خمسه مرات في النهار غير يكون ما عندهم لا خروج لا دروج ولا في برا مرحبا. اما اللي عندهم التزامات كيتقراو ولا خدام ولا شي حاجه تدخل بحالاتها دير هذا المحلول هذا تمسح به الماكياج عاود دورش واحد السويعه ولا ساعه ونص تمسح به تدخل الفراش ودير مسحه خفيفه هي الاخرى. وما نساوش اللي قلت دابا للسيده واللي قلت لك اسبوع اللي قلت لك اسبوع اللي فيه القرفه وكذلك الخرقوم الكركمين الدكتور الكركمين مضاد الالتهاب رقم واحد في الطبيعه باش نجيو من الاخر غير هو مضاد طبيعي لان الفعاليه ديالته ماشي غديروا اليوم صافي غدا العلاج لا غيصبر واحد شويه ضروري السيدة سمعتي فاش كنهضر مع الدكتوره راه ضروري الاستدامه ضروري نصبروا ايتاب بار ايتاب. لاقاش ملي كنقولوا طبيعي تنقولوا حوايج بحال غادي تكون باغالين مع الجسم كنعرفوا ان الجسم خاصو 3 موا باش الخلايا كلها كدير ميزاجور وكتعاود تروسيكلا وتقاد 3 شهور راه كذلك في العلاج 3 شهور يلاه يلاه في الطبيعي تعطي نتيجه غير الفائده اللي غيستافدوا. تنقول لك ونعاودها باش ما يتخلق منها حتى واحد العلاج الطبيعي ما عندناش عد عكسي او رجوع الخلفي. وقع العلاج كيكون العلاج نهائي يعني بدون اثار جانبيه. لاقاش الاعشاب ما كتكونش مركزه كلها. وخا نجيبوا مثلا الكركمين راه خصك تجيب واحد كاميو ديال الخرقوم باش يعطيك واحد النسبه ديال نص كيلو ديال الكركمين مثلا. لهذا التدابير وصبروا معنا ومواكبه عطيناهم بسم الله الغسيل والتنظيف هذا الاسبوع كله. علاش كنقول لهم الغسيل تنقول لهم
عفوا ما تنقولوا ما اش كنقولوا محاليل انا هو مغلى ديال الاعشاب والمغلى ان شاء الله غدا غنهضروا على وصفات اخرى مغلى وعفوا نعطيهم كذلك حتى طرق اخرى ان شاء الله من اجل العلاج ان شاء الله. طيب وجدنا ستوند اخويا يفتح مرحبا سيده فاطنة من تماره مرحبا سلموا عليها وشوفوا السؤال ديالها شو حاب الخاطر. فاطنة السلام عليكم. سلام سمية سنه سعيده علينا وعليكم فاطمه الشاب الله يخليكم ما ضحكين امين 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 مرحبا بك الله يسهل عليكم امين واخا فاتنا حبيبه تقدري تنقصي غير من الراديو ولا طفيه باش نسمعو مزيان كاين صافي انا هو دابا غنقول لك الثمن غادي يعرف مرحبا قولي الستاندار قال لي ما تقوليش الماركه ديال 5 درهم ديك الصبغه الكحله اويلي يعوذ بالله لا لا لا, لا. راه نعطينا الصبايغ فاطمه هذه لا لا فاطمه الصبايغ الطبيعيه راه عطيناها واش بلاتي شوفي جبتي هذا الموضوع كنت كتحاشاه عفوا دابا جبتيه تيا من غير هكا نجاوب بزاف الناس شكون هما واش كاين شي صباغه كدير 3 دراهم ولا مع 4 دراهم ولا 5 دراهم شنو هو كتصبغ لك الشعر في 10 دقائق 5 دقائق راه حنا هضرنا على واحد العنصر تيقولوا لي نترات الامونيا نترات الامونيا مادة كتستخلص من مواد متفجرة يعني راه سم بالعربية تعرفت وهادو تيكونوا مركزين فيها هادو ما عندهمش مقاييس كتجي ممكن تستورد خصوصا من الدول الشرقية راه ما راه معروفة كالصين كالهند كالباكستان كتصاوب بدون مراقبة بدون عناية بدون حتى حاجة هادوك مواد يعني الانسان قد ما بعد منهم كان يلقى راحته حنا عطينا الصبايغ وعطينا شحال من اسبوع عطينا تقريبا اكثر من اسبوع ديال الصبايغ اللي هذا بحويجات اللي ما غتعطيكش اللون تمتم ولكن كتستفدي واحد الحاجة وانك كديري تراكيب بعدا كاين عناصر علاجيه للفروه والبصيله وفي نفس الوقت كدبغ لينا اللون يوم على يوم على يوم وهذه عطينا كدير اسبوع كتقوي الشيب كتقوي الشيب وانت راه كتجعر باش علاش حيت تكسر البصيله ديك ماده البصيله باش تفرزنا ماده الميلانين كتولي مسكينه مرهوقه عطينا حويجات كثر من الجهد ديالها وبمناسبه كما قلتي راه كاع اللي كيديروا هذا العجب هذا راه يلاه كما كيطلعوا لي غاسين كيطلعوا لي غاسين بيض من اللي كان قبل تفهمنا ولا ما تفهمناش لهذا يتبعوا معنا الوصفات واللي يرجعوا للموقع ديال لاله فاطمه واللي يرجعوا للصفحه عندي راني حاط الصبيغ كاملين حاطه كان دوك الاعشاب ديال الكركادي و اييه في اللون الاحمر هذيك اييه وقصور وقصور ديال القرقاع دوك اللي كيكونوا مخزين تا هما رائعين اي السواك السالميه الفوه كذلك قلنا الحنه كذلك بزاف العناصر موجوده كلها هضرنا عليها يعني رجعتي غير الصفحه عندي ديري غير الشاب تفتح بالعربيه راه كاع الحلقات كنحطهم رجعوا او رجعوا للموقع ديال الفاطمه راه حنا هضرنا على الصبيغ واخا ودي الله يحفظكم ان شاء الله امين الله سعيد مرحبا لينا وعليكم جميع المسلمين يا ربي شكرا على تواصلك ومرحبا بكم معنا اكيد في دقيقه غادي ننتهيو مرحبا نعملوا الوصفه نعاودوا اليوم وساهله مهله وطريقه ديال اي مرحبا عندنا البابونج وعندنا السالميه وعندنا الحلبه ملي تيقولوا بابونج كنقولوا علاج الارق والتوتر والارهاق يعني اول حاجه كنستافدوا كنريحوا البشره ديالنا وكنهدؤوها ملي كنهدؤوها كتهنا واحد القضيه ديال الشحوب وديال الدبلان وديال انهيار ديال البشره عندنا السالميه ملي نقولوا السالميه كنقولوا تحفيز الدوره الدمويه نقولوا شفط الدهون الزائده والتنظيف عن عمق وكذلك الحلبه ملي نقولوا حلبه تقولوا رفع المناعه ومغذيه ورافعه كذلك خصوصا انها غنيه بالاحماض الامينيه وغنيه بالبروتين النباتي وغنيه بالعناصر الغذائيه العلاجيه الرائعه وتصور التركيبه كامله نجمعوها اش كناخذوا بابونج هادشي مطحون يكون مطحون ناخذوا منه معلقه تكون صغيره مطحونه معلقه كذلك ديال السالميه مطحونه ومعلقه ديال الحلبه مطحونه وندير كلهم نديرهم في كاسرونه ونزرعهم في سطرة الموش على البوطه كما طلع ديك الغليان نطفو عليهم ونغطيهم شي طبيسيل ونخليهم حتى يدفاو ونصفيهم وبمناسبه ملي نغطيهم بديك الطبيسيل ديك الطبيسيل يكون تشبع بالماء هذاك الطبيسيل ملي يهزوه نخليه يقطر تماك لقاش ديك الصاد ديك الفابور كله غني بزيوت الطيار هذا كل مهم لا هذاك الثاني مهم ولكن الاهم منه هو ديك القطارات اللي تسخن هذيك تكرضاه ونقطروه باش نستافدوا من داك الشيء كامل اللي مشى ما يضيعش في الخلا يرجع بعدنا ونصفيوه ونديروه في طويسه ولا في كويس عزاج ولا بديع ولا طين ونبداو ناخذوا كتانه ولا قطيين ونمسحوا البشره ديالنا ونمسحوا البشره ديالنا نديرو هذا كنديرو كيما قلت قبيله يعني التنظيف ملي نقولوا الماء كنقولوا النظافه كنقولوا غسيل لهذا ملي ندخلوا من الخدمه ولا من المدرسه ولا من حاجه اول حاجه نديرو ملي ندخلوا هذا المحلول هذا نمسحوا به ندير واحد الساعه ساعتين كاع ماكسيموم عاود نمسحوا به عاود نبغي نعسو نمسحوا به نتاكدوا على ان هذاك تغلغل ودخلنا البشره وراه هو غيدخل علاش لقاش فيها الفلافونويد اللي كاينه في البابونج زائد السالميه محفزه الدوره الدمويه يعني تفتح لينا وتموتي فينا البشره زائد العناصر الغذائيه والعلاجيه قلنا ملي كيقولوا الحلبه
الحلبه رافعه المناعه بعدا ومقويه مغذيه. الناس ملي كتجي تقول لك سيدي الحلبه كتتبع مقدار ديال الذهب، الحلبه حبوب تاعك كتجمع مقدار ديال الذهب. وشوف هذه الخيرات انا سيدي ربي ما نستافدوا دابا الحلبه شحال كدير؟ جدرام تعطيك حافنه ديال الحلبه اش اخذت لك الاسبوع قلت لك كيش كيقلقني قلت لك علاج ونقولوا الريحه الا لا نعالجوا وتقوى وديك الساعه الريحه موجود ما يدير لها الصباح يغسلوا ولا ياخذوا راحتهم. غير نوصيهم حاجه وحده الناس اللي يحب الشباب ما ينساوش الحلقات اللي هضرنا فيهم على الزيوت ما ينساوهاش. راه تحب الشباب كيبغي الزيوت ماشي حيت باش راه دهنيه لا ما نديروش لقاش لا درنا النواشف ودرنا الخضر راه ضروري مره نرطبوا على الاقل واخا مره في الاسبوع نديروا زيت من الزيوت. حنا هضر عليهم كاين زيت الكوك وكاين زيت البلديه وزيت الجوجوبه غير هادو راه كافيين داروا خليط تاعهم مزيان بغاو يركزوهم زيت شجر الشاي زيت نعناع زيت خزامه زيت الازير زيت الحامض هادو كلهم كمركزات يديروا هم باش ما يقولوش لا بشره دهنيه ايوا حبش ما ندير الزيوت لا دير الزيوت صدق بعطانا حكمته ضلت مؤمن ان وجد اخذ بها تبارك الله عليكم. شكرا الله يعطيك الخير اكيد لكل المتابعين هما متابعات بوفاء كبير هذه الفقره هذه نتمنوا ربي تجربوها وتردوا علينا دائما. مرحبا. التاثير ديال هاد الوصفات كيجاكم كاين شي اضافه كاين شي وصفات جديده حنا دائما راه الاشاره وصفات جديده حنا دائما راه الاشاره وصفات جديده حنا دائما راه